مرحبا مرة أخرى. في الجزء الثاني من هذا الشريح اللي هو بعنوان نصائح عملية لطلاب الجامعات لكيفية الدراسة أونلاين، راح أورجيكم كيف بإمكان أي شخص خاصة طلاب الجامعة إنه يبحث عن كورس ويجد هذا الكورس، تمام، كامل كورس علمي أو ما شابه ذلك، ويجهز كل الماتيريالز، كل المواد المرافقة لهذا الكورس، بحيث إنه يدرسه دراسة كاملة وشاملة زي كأنك تدرسه في الجامعة، بس بظل انه انت تمتحن فيه يعني بس. فالان راح اورجيكم كيف، وراح نطبق على كل اشي انا حكيته في الفيديو الاول. الان انا بدي اروح على اليوتيوب، تمام. طيب الان انا بنفرض انه انا طالب كيمياء مثلا، واجتني مادة الفيزيكال كيمستري. الفيزيكال كيمستري الكيمياء الفيزيائية موجودة في تخصص الكيمياء، وانا بدي ابحث عن كورس في الفيزيكال كيمستري، بدي ادرسه بدي اتقوى فيه. فأول إشي بكتب physical chemistry على اليوتيوب، physical chemistry، تمام. هنا الثالثة في أكثر من كلمة مفتاحية، ممكن أنا أكتب course، تمام، بهاي الطريقة course، حلاقي طبعا إنه في عندي أنا course. ممكن أكتب lectures، تمام، lectures، أمحي course وأكتب lectures. هذول يعني اغلب ايش الكلمات المفتاحيه. مثلا انا بفضل كلمه ليكتشرز، فبنكتب فيزيكال كيمستري ليكتشرز، بكبس اوكي، تمام. الان لاحظ ايش طلع لي لحاله. اولا ام اي تي فيزيكال كيمستري من الام اي تي، هاي ام اي تي اوبن كورس وير، تمام. شوف هون اوكسفورد اكاديميك اتكنز فيزيكال كيمستري كورس ثاني، ثيرموداينامكس اند كينيتكس ام اي تي، هاي فيزيكال كيمستري. هنا يو جي سي فيزيكال كيمستري، على اغلب انه هي من جامعه، تمام. هنا فيزيكال كيمستري هاي مراجعات تعملوها للامتحانات. هاي هنا فيزيكال كيمستري تي ام بي كيم مثلا، هاي. فلاحظ هو بيطلع لي اكثر من كورس لما اكتب ليكتشرز. هنا مثلا من معهد هندي، هاي. فعندي انا كميه كورسات رهيبه جدا، واذا بضلني انزل حظلني ايش الاقي فيزيكال كيمستري فيزيكال كيمستري. فأنا بدي أدور أولا على الكورس اللي بيناسبني، تمام، على الكورس اللي بيناسبني. نصيحة قبل ما نختار كورس، إنه مرات بيكون يطلع لي ليكتشر معينة، يعني بيطلع لي مثلا ببحث عن فيزيكال كيمستري بيطلع لي ليكتشر بيكون اسمها 1 أو 2 أو 3. بإمكاني أنا أفتح وأدخل على القناة نفسها وأتأكد إنه الكورس هذا موجود ولا لا. يعني مثلا هنا كاتب لي هو كومبليت فيزيكال كيمستري مثلا إن 1 فيديو، لا مثلا ممكن أنا أروح حلاقي ليكتشر 1 مثلا، كم مثلا كذا، هاي ليكتشر معين، تمام. ممكن انا ادخل اتاكد هل هو هذا كورس فيزيكال كيمستري او لا. هون مثلا قناه وما شابه ذلك. خلاص انا ما بدي اطول عليكم، بدي اروح مثلا اختار كورسين منهم، اولا ام اي تي والثاني الام اي تي مثلا هذا الاوكسفورد، تمام، ماشي. الان لاحظ بروح انا على ام اي تي، هذا هو الكورس. الان نصيحه هاي وهذا شيء مهم، اغلب المواقع اذا كان اغلب الكورسات اذا كانت من معهد عالمي او جامعه عالميه، دائما روح على الديسكربشن عشان تعرف تفاصيل عن الكورس. شوف هون دائما بحكي لك فيو ذا كومبليت كورس، تفتح عليه بتشوف الكورس كاملا مثلا من الام اي تي، تمام، وبحكي لك عن هاي المحاضره، عن ايش، عن هاي المحاضره ايش المحتوى تاعها. الان انا لقيت هذا الكورس بدي انا انزل المحتوى تاعه، على طول بروح على الموقع المرافق للكورس. مثلا هون الام اي تي، دائما الام اي تي بعطيك كل التفاصيل اللي موجوده للكورس، سيليبس، الليكتشر نوتس. هاي الليكتشر نوتس بتلاحظ انه موجوده هسه، بتلاقيها على شكل بي دي اف. بنزل كل هاي ايش الليكتشر نوتس، هيها كلياتها ايش على شكل بي دي اف. ممكن انا افتح اي واحده منها وانزلهم هاي. فبتلاحظ انا عندي المحتوى الكامل للكورس، عندي الفيديوهات، عندي الليكتشر نوتس، عندي مثلا سيليبس، اكزامز، كله موجود. ممكن يخليك تنزلهم كلهم مره واحده هون على هذا الخيار. الام اي تي اي كورس موجود على الام اي تي دائما بيكون معاه 99% منهم، دائما بيكون معاه البي دي اف ليكتشر نوتس موجوده دائما. فلاحظ انا قدرت احصل الكورس هيو عن امامي على اليوتيوب، انزله او بحضر على النت. قدرت احصل كمان البي دي اف، بطبع البي دي اف عشان انا هاي نصائح العمليه، بطبع البي دي اف، لازم يكون عندي مطبوعات، تمام، اذا بدي ادرسه. ممكن اروح كمان اشوف السيليبس عشان اشوف ايش الكتاب اللي موجود،
تمام، ممكن اذا كان عندي الكتاب او بنزل الكتاب كمان. ايوه تكست بوك الاصلي، تمام. طيب الان عشان نكمل تطبيق عملي، لاحظ هاي الكتاب هي موجود عندي امامي، تمام. بدي افتح كمان اللينك مثلا كيف ادرس، خليني افترض على الام اي تي هاي، فانا نزلت البي دي اف وبدي ادرس كمان، بدي الكتاب كمان عشان يكون مراجع قويه، فهي كوانتم كيمستري. باخذ، خليني اخذ ايش كامل هيك كوبي، بروح على جوجل بيست. طبعا هنا فتحته على الامازون، هي كوانتم كيمستري وهي اسم المؤلف. الان بدي اروح انزل لهذا الكتاب عشان انا ادرس الكورس بشكل كامل، بروح على الجوجل، بكتب على الموقع اللي حكينا عنه لب جن لايبراري جينيسيس، تمام. الان لاحظ لو بدي ابحث عن هذا الكتاب كوانتم كيمستري حلاقي 1000 كتاب كوانتم كيمستري، فعليا المجال عام يعني اكيد في كذا حدا منزل او مؤلف فيه، فانا بروح باخذ اسم الباحث احسن لي، اسم المؤلف، بعمل له كوبي، بروح على اللايبراري جينيسيس. لاحظ هاي الباحث، هاي كوانتم كيمستري سكند اديشن، تمام. على طول انا ممكن اكبس عليه، هاي طبعا بتلاقي له مؤلفات كمان غيره وما شابه ذلك. بلاحظ انه هي كوانتم كيمستري سكند اديشن، المؤلف 2008، برجع مثلا انه هون بتاكد انه اي سنه وما شابه ذلك. طالما هو سكند اديشن معناته نفسه، لكن ممكن ارجع هون، هي 2007 يعني هاي النسخه لسه نسخه احدث بشوي. بنزل الكتاب طبعا من خلال طبعا بكبس انا على الرابط هون، وهون الموقع نفسه ليبجن بعطيني اكثر من رابط نزلوا، انا دائما بكبس على هاي، هذا اسهل رابط واكثر رابط سيف يعني، تمام. مجرد ما اكبس عليه طبعا حيبلش، حيعطيني كمان مره، هو بغلب شويه حيعطيني اكثر من مره يعني، بس بالاخر لما تكبس هون جيت حيبلش ينزل لي. هسه بتلاحظوا بالكتاب مرات الكتب لانها اذا تكون قديمه بتكون شوي حجمها كبير، مثلا هذا 80 ميجا الكتاب، تمام. فمجرد ما اكبس هون حينزل لي اياه، بس انا النت عندي شوي بطيء، خليه هسه بنزل لي اياه، تمام. ببلش ينزله، اذا كان الرابط بطيء زي هيك بامكان انا افتح على الرابط الثاني، هو بعطيني اكثر من رابط، في الرابط اللي هو زد لايبراري هذا، هاي بلش ينزل لي في الكتاب، لاحظوا في رابط زد لايبراري هذا كمان اسرع، تمام. فلاحظوا انا نزلت الكتاب هيو، وين كنا احنا؟ نزلت الكتاب وعندي الليكتشر نوتس هيها موجوده، وعندي الفيديوز. مجرد ما انزل الفيديوهات وانزل الليكتشر نوتس او اخليهم اذا عندي نت بخليهم عادي، وبطبعهم، بطبع السلايدات وبخلي الكتاب عندي على الكمبيوتر مثلا عشان اطبع، صرت انا جاهز ادرس الكورس بكل تفاصيله، بكل ايش؟ تفاصيل. فهاي هي البروسيس بشكل عام، تمام. يعني ما بتختلف من موقع لاخر، لكن بامكان انا ابحث عن مواقع ثانيه الام اي تي لانه هو كثير سهل بامكانك تحصل منه المواضيع. نشيل هاي المواضيع، خلينا فاتحين لايبراري جينيسيس. لكن لاحظ هنا هذا كورس ثاني فيزيكال كيمستري من اليونيفرسيتي اوف اكسفورد، بنزل انا بلاقي الديسكربشن وبلاقي موقع كمان حاطين لي اياه، لاحظ هنا، تمام. هاي الموقع بدي اروح على الموقع اشوف ايش هو، لاحظ معطيني اتكنز فيزيكال كيمستري لانه هو الكورس كانه مبني على هذا الكتاب اتكنز، تمام. فالان طبعا هذا بقدر انزله كم مره من لايبراري جينيسيس، بصير عندي اقلها ايش؟ الكتاب. فانا عندي الكتاب وعندي ايش؟ الكورس. وبتلاحظ انه هو ما عنده سلايدات على ما يبدو، مش حيكونوا حاطين لك رابط للسلايدات، تمام. انا غالبا ما في سلايدات هذا. فالان انا بامكاني ابحث عن اي مجال بدي اياه، مثلا هذا كان مثال، بس انا ما يعني ممكن انا ابحث عن مثال ثاني، مثلا انا بدي ادرس استروفيزيكس، طالب فيزياء وحاب اتعرف على الاستروفيزيكس، واذا بدي اتعرف عليها لازم ادرس فيها كورس، بزبطش اتعرف عليها من خلال فيديو فيديوهين، بدي اتخصص انا استرو فيزيكس ليكتشرز، تمام. هاي استروفيزيكس. طيب لاحظ كالتك استرونومي بابليك ليكتشرز، احنا ما بدنا بابليك ليكتشرز، احنا بدنا محاضرات.
astronomy and astrophysics lectures by Walter Lewin. Walter Lewin معروف دكتور فيزياء. مثلا Yale lectures astrophysics. Yale lectures astrophysics هي من جامعة Yale. بفتح عليها حلاقي طبعا أكيد حلاقي أكثر من كورس يعني. هاي astrophysics منها كورسات يعني مجمعينها هم على شكل lectures ومنها كورسات فعلية يعني. تمام؟ مثلا هون astrophysics lectures. تمام؟ وهي نفتحها هاي مثلا كمان مرة. Good afternoon. طيب الآن أنا عندي هون هاي general lectures، هاي مش كورس. تمام؟ فأنا بإمكاني أبحث عنها على النت وبطلع السلايدات تاعتها إذا حبيت أحضرها. إذا حبيت أحضرها. الآن نروح على الكورس اللي فتحنا عليه هذا من ييل، جامعة ييل. طبعًا لاحظ أغلب الجامعات إلها إيش؟ إلها قنوات على اليوتيوب. مثلًا هون ييل كورسز، جامعة ييل إلها قناة على اليوتيوب ييل كورسز. والمناسبة هي من أفضل الجامعات العالمية. هاي كورس كامل من أوله لآخره. طيب بفتح عليه بلاحظ إنه in any astronomy course or حيشرح لي على اوراق او سلايدات. اكيد هاي الاوراق والسلايدات اذا عندهم موقع حيكون عليها. بدي انزل على الديسكريبشن، فلاحظ الديسكريبشن ايش ماله. بلاحظ كل شيء عن هذا الكورس وعن هاي المحاضره. كومبليت كورس ماتيريالز ار افيلبل ان اوبن ان ييل اوبن كورس وير. بفتح عليها هون اكيد حيعطيني تفاصيل كامله. هو مودي لي هذا الموقع، لكن لو ابحث هنا لاحظوا انا فتحت عليه قبل هيك. ابحث عن اسم الكورس هيو هنا. هاي طريقة ثانية، هو ممكن يعطيك الموقع لكن لو ابحث عن اسم الكورس نفسه هلاحظ انه عندي الليكتشر سيها موجود. مثلا بفتح هون هيا موجودة وعندي البي دي اف لا إلها. تمام؟ مثلا انا ما بدي الليكتشر هاي، بدي شايفين هون لاحظوا اي اس تار اي اس تي ار، بدي اخليه اشوف الكورس نفسه كامل. فهي الكورس لاحظوا، بتلاحظوا الكورس وهي الكورس ماتيريال اول كورس بيجز اللي هي التلخيص لإله وما شابه ذلك. فانا بنزلها هي وبدرس الكورس بكل تفاصيله. هاي في سيلبس باي بوكس، هاي إلو بوك كمان بنزلها من وين؟ من اللايبراري جينيسيس وما شابه ذلك. تمام؟ هاي السيلبس، هاي التكست، وهاي البروبلم سيتس حتى الواجبات وما شابه ذلك. تمام؟ فمثلا هاي استروفيزكس. اغلب الكورسات اللي موجوده حتلاقوا انه إلها على الديسكربشن يعني التفاصيل تاعتها. بدي اوديكم انا على امور عامه شوي. مثلا ممكن ابحث عن او سي دبليو، هلاحظ في عندي ام اي تي او سي دبليو، مش اكثر من قناه يعني. هلاحظ انه اسمها او سي دبليو، هي هاي اسم جامعه غالبا. تمام؟ فلاحظ انا بس مجرد ما اكتب او سي دبليو راح يوديني على مواقع الجامعات العالميه. تمام؟ مثلا انا في عندي قناه خرافية بصراحة اسمها يو سي ايرفن، يو سي ايرفن بس، ف او يو سي ايرفن كورس، خلينا نكتب كورسز. لاحظ يو سي اي اوبن، هاي جامعة يونيفرسيتي في كاليفورنيا. بالنسبة للتخصصات العلمية بصراحة يعني ممتازة جدا، كل انواع التخصصات العلميه يعني بالعلوم، فيزياء كيمياء احياء ما شابه ذلك، اغلبها موجوده هون. وكل طبعا اذا كان شيء رسمي لمصورينه زيك اكيد بيكون معاه السلايدات بالطريقه اللي انا حكيت لكم عنها. ممكن ابحث عن اي شيء، مثلا بايو انفورماتكس كورس او ليكتشرز. أسوأ إشي ممكن يصير بهاي الكورسات إنه أنت ما تلقى سلايدات، لكن أكيد حتلقى الكتاب اللي بتبعه السلايد، يعني بتبعه السلايدات، بتتبعه الكورس. فأنت بإمكانك تنزل الكتاب وتدرس من على الكتاب، يعني هذا أسوأ إشي ممكن يصير إنك إيش؟ تدرس من على الكتاب. مثلا هون Introduction to Bioinformatics، لاحظ ميت يو، هاي ما بعرف إيش هي، جامعة. غالبا حتلاقي السلايدات، غالبا حتلاقي السلايدات. تمام؟
الآن إذا ما لقيت السلايدات هاي هون بعطيك إيش الموقع، والموقع بتنزل منه، ما في داعي أعيد كم مرة. إذا ما لقيت السلايدات بإمكانك إنه تبحث عن اسم الدكتور نفسه، تمام؟ بدي أعطيكم مثال بس مش عارف، لأنه أغلب المواقع إلها السلايدات موجودة يعني. طب خلينا نبحث مثلا عن تخصص إنساني، يعني مثلا بدي أبحث عن أو تخصص مثلا غير العلوم، لأنه تخصص أنا علوم مايكرو إيكونومكس. لاحظ بتلاحظ في شروحات عربية، لكن أنا اللي بدي أعلمكم عليه إنه تنزلوا كورسات من أقوى الجامعات يعني الموجودة. مايكرو إيكونومكس ليكتشرز، هذا الاقتصاد الجزئي بسموه. برضو إيش بنلاقي الـ MIT معطية، مايكرو إيكونومكس ثيوري، لاحظ يونيفرسيتي. الأفضل إنه كل ما تلاقي أنت تبحث عن كورس وتلاقي قناة إنه تعملها سبسكرايب، بحيث إنه لما تقدر ترجع لها، أنا مش عامل ساين إن، تشوفها. فلاحظ المايكرو إيكونومكس لسه لقينا أكثر من التخصصات العلمية. بفتح أنا هنا هلاقي مثلا هنا شوفوا هذا تطبيق عملي. أنا ما لقيت إيش، ما لقيتش في الديسكريبشن الرابط للكورس لمحتوى الكورس، تمام؟ لكن مبين إنه هو من جامعة هاي بيل كنت يونيفرسيتي. إيش بدي أسوي؟ بدي أخذ اسم الكورس نفسه، شايفينه كيف؟ هذا هو اللي أنا كنت أورجيكم إياه، يعني أنا حتى لو ما لقيت مثلا بدي أدرس هذا الكورس محتاجه، شفته كثير ممتاز، تمام؟ لكن بدي مش لاقي له السلايدات، صعب علي أدرسه بدون سلايدات، إيش بروح أسوي؟ بكتب اسم الكورس ببساطة على الجوجل، على الجوجل. لو أنزل لتحت بلاحظ إنه مثلا حيطلع لي مثلا السيلبس له، وبلاحظ إنه في هون مثلا رابط ثاني، تمام؟ بتأكد إنه هو نفسه ECON 203. هي لاحظ إيش اللي هلاقي إنه السيلبس، تمام، التكست بوك، الكتاب، البري ريكويزيتس، قديش لازم أو شو المواد اللي لازم أكون ماخذها، ما شابه ذلك. هون بتلاقي المواضيع، تمام. هون في مواقع بتكون مجمعة زي هذا كورس هيرو، مواقع بتكون مجمعة سلايدات للكورسات، فهنا مجمع لك كل السلايدات اللي بتخص هذا الكورس. يعني لاحظ ECON 203 ما شابه ذلك، وهي كاتب لك حتى اليونيفرسيتي بتاعتها. ف لاحظ ببحث انا بلاقي السلايدات هيها، طبعا هي كأنها مش بالانجليزي بس بغض النظر احنا بدنا الفكره. طيب ممكن اسوي شيء ثاني، ممكن انه امحي هاي ليكتشر 1 واكتب هون ليكتشر نوتس عشان اجرب اكثر. بكتب هون ليكتشر نوتس، لاحظ وين وقليته هاي، فبلاقي ايش، بلاقي الليكتشر نوتس هيها، ايوه موجودة كمان هون، تمام. فالان فرص البحث او يعني طريقة البحث كثيرة، يعني ممكن انا اكتب ليكتشر نوتس الاقي المصدر، ممكن المهم بالاخر هون انا الاقي المصدر، اما الكتاب تاع المادة او اقلها، يعني اقلها الكتاب، ممكن الاقي كمان السلايدات. ممكن بعض الجامعات كان بتوفر لسه اكثر، يعني انا في كورس عندي انا منزل له السلايدات PDF، ومنزل له السلايدات سلايدز باوربوينت، ومنزل لهم يعني منزلهم اكثر من يعني بشكل، وحتى منزل الكتاب وما شابه ذلك، تمام. ف يعني هذا هو. فهاي بالمختصر طريقه البحث عن الكورسات. ببحث عن الكورس، بروح على الديسكريبشن بدور، اذا ما لقيت بروح على اسم الدكتور باخذه. يا ريت لو ألقي لكم شيء بخص مثلا اسم الدكتور، لانه انا مرات ببحث بصراحه عن اسم الدكتور نفسه وبلاقي، يعني بدخل وبلاقي اغلب الكورسات بتلاقوا لها، تمام. طيب ناخذ مثال اخير قبل ما اروح على الاوراق البحثيه، فيلوسفي ليكتشرز مثلا. فهنا فيلوسفي، تمام، برضو من جامعه ييل. اغلب الجامعات العالميه هاي المحطوطه بتلاقوا لها، يعني مثلا هون جامعه اوكسفورد. هون مثلا بدي ايش، بدي اشي زي هيك، بدي الاقي انه مكتوب اسم ماده لكن مش تابع على قناه، تابع على مثلا لشخص، حيث انه انا الاقي ايش السلايدات من خلال اسم الدكتور. هون هي الكورسز، فاكيد حيكون ايش، حيكون في رابط. هي
طبعا بحكي لك complete course materials are available. طبعا كيف تبحث؟ بتروح انت بتاخذ اسم الكورس وبتروح على الموقع تاعهم ييل او ما شابه ذلك. نفس الاشي هون University of Oxford. نفس الاشي هون. هون مثلا هون دكتور اللي منزلهم. في كثير من الاحيان راح تلاحظوا انه دكاتره اللي منزل الكورس كامل ايش؟ الكورس كامل على قناته على اليوتيوب. تمام؟ فالان الكورس ايش اللي بروح بسويه؟ هو اما بيكون هو حاط نفسه زي هيك، تمام؟ بيكون حاط نفسه لينك للكورس، تمام؟ او انه بروح بمسك اسم الدكتور زي هيك واسم الكورس هيو هون، تمام؟ بحطه اكيد حيوديني للموقع تاع الدكتور اللي معطي فيه الكورس، فيعطيني الليكتشر نوتس وما شابه ذلك. بعمل زي هيك، بلاحظ انه غير اليوتيوب، انا بدي الموقع نفسه، فهي مثلا موجود هون، حتلاقيه موجود على اكثر من مكان حسب مكان القسم، مكان الجامعه وما شابه ذلك. هاي كل التفاصيل عن الكورس، تمام؟ فاعتقد هيك كافي. بامكانكم تبحثوا عن اي شيء، حتى بامكانكم تبحثوا عن اسم الماده نفسها، مثلا تكتب الجيت كورس مثلا على الانترنت، ممكن تكتب اسمه نفسه يعني كم، مثلا 498، احد طرق البحث زي هيك، بتلاقي انه مثلا حيطلع لك اذا كانت موجوده حيطلع لك الكورس. طيب الان ثاني جزء بالنسبه للاوراق البحثيه اللي هي بتتنزل من موقع الساي هاب، تمام؟ فبدي ابحث عن موضوع عشان يطلع لي اوراق بحثيه، فبدي اكتب مثلا انزايم اكتيفيتي ريسيرش بيبر، انزايم اكتيفيتي ريسيرش بيبر، تمام؟ فبلاقي انا ورقه بحثيه مثلا في الريسيرش جيت او الان سي بي اي مثلا. خلينا نشوف الان سي بي اي هو احد المواقع البحثيه. طيب انزيمز برنسبلز اند بايوتكنولوجي بايوتكنولوجيكال ابلكيشنز، هاي ورقه بحثيه بتحكي لك الانزيمات المبادئ والتطبيقات البايوتكنولوجيه موجوده هيها. الان هاي مفتوحه مجاني، لكن اذا رحنا على ما على شيء ثاني ممكن ما تكون مفتوحه مجاني، تمام؟ ممكن ما تكون مفتوحه. فالان انا اللي بدي اسويه بدي اشوف لكم واحده مش مفتوحه، مثلا هون هون مفتوحه مجاني، بدي اورجيكم كيف ما بتكون مفتوحه عشان تعرفوا الفرق. لاحظ هنا scientific reports nature، تمام؟ هنا في عندي articles، فمثلا هذول articles كثير جداد هيها. لاحظ هاي open access معناها مفتوحة مجاني، هذول أغلبهم open access. شو هالحظ هذا، بدنا إشي إحنا مش مفتوح مجاني. مثلا لو أفتح على انا اكتب لكم اشي متخصص هيك، ستورم تكنيك ريفيو ارتكل، هاي احد التقنيات المجهرية. خلينا نشوف مواقع يكون مثلا مش مفتوح عليها مجاني. وهذا الريسيرش جيت كمان في بعض الباحثين بيكون فاتحها مجاني او مش فاتحها مجاني حسب. مثلا هون مش مفتوحه مجاني، لاحظ، تمام؟ لاحظ هون مش مفتوحه مجاني، كيف انا عرفت؟ لاحظ هاي اسم البحث ريفيو اوف تكنيكس اند تكنولوجيز فور ساند اند دست، مش عارف ايش ما شابه ذلك، اسماء الباحثين ما شابه ذلك، كل هاي بحكي لك باي ارتكل اشتريها ب 34.95 لاحظ دولار، يعني اسعارهم طبعا غالي الاوراق البحثيه، انت بتاخذ علم. اللي هون بعطيك بس الابستراكت يعني مقدمه البحث والريفرنسز اللي هي المراجع، ما بعطيك اي شيء ثاني، يعني هذا مش البحث، هذا بس المقدمه والمراجع.
طيب كيف انا بدي انزله الان؟ اما باخذ اللينك نفسه، هاي اللينك كوبي، بروح على جوجل بكتب ساي هب. الان طبعا احنا بنفتح هون على هذا الرابط، وبفتح لي على الساي هب. الآن هذا هو الساي هاب أمامي، تمام؟ الآن أنا أخذت الرابط، عملت له كوبي، بعمل له بيست هنا، بروح بكبس أوكي. الآن بصبر شوي، على طول راح يطلع لي البحث. طبعاً هذا البحث لأنه قديم شوي، 2012 أو 2014، أكيد حيكون مفتوح في هاي الفترة، تمام؟ فلاحظ هيو البحث، تمام؟ هنا تفاصيل عنه بغض النظر عن هذا الإعلان. تمام، هنا بيكون مكتوب تفاصيل عنه. هنا التفاصيل، وهنا البحث، بإمكاني أن أعمل له داونلود بي دي اف وعلى طول بنزله. أي بحث أنا بواجهه، طبعاً هذا من خلال الرابط، من خلال الدي أو آي. هو الدي أو آي أصلاً بيكون على الرابط، عشان هيك إحنا بننقل الرابط نفسه، أو في بتنزل. هو كل دي او اي بيختلف موقعه من مكان لاخر، لكن اعتقد هون هو تحت. هيو هون الدي او اي، هذا هو، باخذه لاي بحث، بروح بحطه على الساي هاب، حيفتح لي اياه طبعا نفسه من خلال الدي او اي، تمام. فالان انا الفكره كمان خلال دراستي في الكورسات، ممكن انه انت تفتح اوراق بحثيه، احنا بنسميها ريفيو ارتكلز. ريفيو ارتكل، هاي الريفيو ارتكل بتفيدك في دراسه المواضيع، يعني الريفيو ارتكل بتفيدك اكثر، خاصه كطالب جامعي بتدرس انت ماده، بتفيدك اكثر من المقالات المتخصصه، تمام. فمثلا انا بدي ريفيو ارتكل مثلا هنا، مثلا ريفيو ارتكل اباوت، او نكتب مثلا شرودنجر كويجن. فهنا ريفيو ارتكل لشرودنجر ايكويجن. شرودنجر ايكويجن من المجالات او من المواضيع اللي موجوده عندنا بشكل دائم في الفيزياء، مش موضوع جديد يعني عشان انا افتح ابحث عنه، لكن موضوع يعني هو موجود في ميكانيكا الكم. لكن الريفيو ارتكل حلو انه ممكن يكون ضيف لي فيها معلومات جديده، يعني بعطيك ايش ريفيو، بمعنى انه هي مراجعه كامله عن الموضوع من اوله لاخر او ما شابه ذلك، حسب. طبعا هنا في الكوانتم فيلدز مثلا، هنا ريفيو اوف شرودنجر ايكويجن اند كلاسيكال ويف ايكويجن، مراجع الشرودنجر وكذا. فهنا بفتح على الرابط، بنقول برضه الرابط نفسه او الانفورميشن، حتلاقي هنا الدي او اي. خلينا نعملها بالدي او اي هاي المره. طبعا الدي او اي لاحظ انه هو معطيني هون الرابط نفسه، يعني مش انه فعليا الرابط هو بيكون فيه الدي او اي، هو هاي هي الارقام هاي، تمام. فخلاص ما في مشكلة، بروح بكبس اوبن، حيفتح لي الريفيو ارتكل، تمام. انا النت عندي بطيء هاي المرة، اعذروني، ما في، مش عارف شو المشكلة، لكن هيا موجود الان هاي الريفيو ارتكل، تمام. وهنا هون عندي انا التفاصيل كاملة عن الموضوع، فبامكاني انا انزلها، تمام. هاي ما بتكون صعبة. الريفيو ارتكلز لا تتخيلوا انه هي اشي سفاح يعني، وانه بحث علمي ماشي فيها، طبعا هي بتظلها بحث علمي بلغته، لغته المصغة بشكل علمي وما شابه ذلك، لكن الريفيو ارتكلز ممكن تكون ريدبل، يعني ممكن تكون قابلة للقراءة أكثر من غيرها، خاصة إذا أنت مثلا طالب فيزياء مثلا هون ماخذ عن هاي الأمور أوريدي، فأنت بتخلي الريفيو كمان الريفيو ارتكلز حلو فيها إنه هي مصدر معتمد، يعني أنت بدك تكتب مقالة أو ما شابه ذلك، برجع لكتاب، الافضل من الكتاب ارجع للريفيو ارتكل، يعني مما برجع لهاي او لهاي، مش برجع مثلا لمقال او ما شابه ذلك، تمام. فهاي مثلا بقدر انا على طول اعمل لها داونلود، هذا اسمه انستيتوت اوف فيزيكس. فهذا هو الموقع. طبعا ساي هاب انا ما بنصح بغيره، يعني تنزل منه ابحاث، يعني اللايبرري جينيسيس بينزل، لكن هو مخصص يعني غالبا للكتب. ف
فهذا كان عرض سريع لفكرة تنزيل الكورسات أو دراستها بشكل عام وتنزيل الأبحاث. والكورسات بصراحة راح تستفيدوا جدا جدا من قصة اليوتيوب، إنه إحنا نفتح وننزل الكورس، ننزل محتوى، ننزل سلايدات، ننزل كل إشي، كل إشي يعني بخص الكورس، الكتاب، ما شابه ذلك. وبعديها إيش ندخل فيها. مثلا من المجالات اللي أنا ممكن أرجيكم إياها عندي، مثلا أنا كنت مثلا بدي أدرس بايو فيزيكس، فمثلا هنا ماي فيديوز في عندي أنا كورسين بايو فيزيكس، واحد اسمه بايو فيزيكال كيمستري، واحد اسمه بايو فيزيكس. طيب لاحظوا كورس البايو فيزيكس، أنا عندي كل الليكتشرز هيها موجودة من 1 ل 14 هو كأنه، وعندي الليكتشر نوتس كاملة، ليكتشر 1، ليكتشر 2، ليكتشر 3 وما شابه ذلك، اكزامز حتى امتحانات الكورس نفسه، بحيث انك تختبر نفسك، والليكتشرز كل ليكتشر اكثر من يعني لاحظوا هنا ليكتشر 1 مثلا انترودكشن، وعندي صيغه ثانيه لها كمان ليكتشر 1 تمام، وعندي الاوراق البحثيه اللي هم مرفقينها مع الليكتشر. فبتلاحظ هون عشان تكتب ملاحظاتك، فهاي الامور ان شاء الله لقدام ممكن اعلمكم كيف تسووها. هاي هم هون مسوينها جاهزه بس انا بسويها هاي الموضوع. فعندي انا الكورس، عندي السلايدز، وعندي الكتب. عندي الكتب مثلا هذا الكتاب اللي معتمد لايش؟ للكورس. هذا كتاب ثاني معتمد للكورس. فمجرد ما يكون عندي انا كل هاي الامور خلاص بامكاني يصير ايش؟ بامكاني ادرسها بشكل مريح جدا، وانه استفيد من الكورس قدر الامكان. دراسة عادية منهجية، حتى في كورسات طبعا ماجستير زي ما بتعرف، يعني حتى طلاب الماجستير ممكن يدخل على الاونلاين ويبحث. فهذا كان التطبيق العملي والفكرة من المحاضرة كلياتها، هذا هو اهم جزء. الان بعد ما تجد المصادر المناسبة هاي اللي هي الكتب والاوراق البحثية وكل هاي الامور، عشان تحظى بتجربة تعلم ذاتي ناجحة تماما، لازم أول إشي توفر البيئة المناسبة. يعني الدراسة أونلاين راح تحتاج تركيز مضاعف أكثر من الدراسة العادية. لا تصدق اللي بيحكي لك إنه الدراسة أسهل ومش عارف شو، هي أسهل من ناحية الراحة، لكن من ناحية التركيز هي أصعب بصراحة، خاصة إذا كانت المحاضرات اللي تنزلها مش زي المحاضرات المعتاد عليها. يعني أنا مثلا كنت أدرس كورس ساعتين محاضرة فيه، إحنا متعودين في جامعاتنا كم المحاضرة؟ 45 دقيقة بالكثير تمام، في منها بتمد لساعة لكن هذا هو الأفريج. فانا كنت يعني اوليتها اتغلب كثير، ما اقدر اكمل ساعتين لمحاضره واحده، ادرس نص ساعه اقطع، ادرس نص ساعه اقطع، هذا شيء ممكن نزل نهدك. لا، الموضوع بده شويه صبر. اول شيء البيئه المناسبه، المكتب، الطاوله، اي شيء اللي انت عندك، تعزل حالك، تكون اوريدي طابع السلايدز، انا بفضل تكون طابعهم او عندك الكتاب 100% تمام. بعديها الصبر، لانه فعليا انت ما راح توصل على المعلومه من اول مره، وما تتوقع انه تفهمها من اول مره، خاصه اذا كنت يعني جيد في الانجليزي، مش مستواك عالي جدا. يعني ممكن انت تبحث، تفتح الكتاب، تترجم وما شابه ذلك تمام، وتصبر وتكرار ومثابره عشان انت تقدر تحصل العلم اللي موجود في الكورس. ثالث شيء الانتظام والجدوله. والانتظام والجدوله معناه انه انا ادرس الكورس هذا وافرغ له وقت زي كانه كورس انا باخذه بالجامعه، يعني زي كانها ماده في الجامعه بدرسها وبمتحن فيها كل هاي الامور. يعني اللهم ما في امتحان، لكن دراستها ودراستها من الكتاب وكذا لازم تكون جاد فيها جدي، لدرجه انه انا ما اخذه زي كانه كورس عادي، زي كانه مطلوب مني. يعني اذا ما كنت جدي من هاي الناحيه ما راح تستفيد من الكورس، راح تنزله وتحكي انه يعني خلص انا بدرسه بعدين ومش عارف شو انا ناقصني. لا، لازم تكون جدي وخلص تعرف انه انا بدي استفيد منه وبدي ادرسه زي كانه موجود عندي تمام. ولانه التعلم الذاتي يحتاج وقت اطول من التعليم التقليدي في الجامعه، فيجب عليك ان تكون صبور ومثمر ولديك خطه واضحه ومنظمه. يعني انا مثلا بدي انزل كورس، بدي ادرس كورس واحد مثلا اونلاين كل فصل، ما بدي ازيد على حالي مثلا غير دراسه الجامعه وما شابه ذلك. ورابعا يعني التحديد قدر الامكان، بما معناه انه حاول ان تجد المحتوى الذي تريده بالضبط وبدقه قبل البدء بالدراسه، لئلا تضيع وقت على امور عامه او غير مفيده لك. يعني بمعنى ان انا بدي ادرس كورس لازم اتاكد بالاول، اشوف محاضراته كامله واتاكد مثلا انه هذا الكورس انا مستواي بكالوريوس، اتاكد انه بكالوريوس، اتاكد انه المحتوى اللي موجود فيه
ايش نفس المحتوى اللي انا بدي اياه، مش انزل كورس متقدم مثلا او انزل كورس بيختلف عن المحتوى اللي انا بدي اياه. وفي شغله لازم تنتبهوا لها، انه في كثير من الكورسات الموجوده اونلاين بتكون لمستوى ماجستير، فعشان تتاكد لازم تفتح زي ما حكيت لكم على موقع الكورس نفسه وتشوف مكتوب هل هو اندر جراجويت بكالوريوس ولا جراجويت ماجستير، عشان ما تنزل كورس ماجستير مثلا انت بكالوريوس، فاهمين علي كيف؟ وتتاكد انه الكتاب اللي بندرس منه الكورس هل هو نفس الكتاب اللي انا بدي اياه ونفس المحتوى او لا. بعد ما نتاكد من كل هاي الامور، بيئه مناسبه، نتوقع انه الموضوع رح يكون صعب ما رح يكون سهل، ننتظم ندرس مثلا كل اسبوع محاضره او كل اسبوع 3 محاضرات حسب. كل هاي الامور باذن الله رح تحصل الفائده ورح تدرسوا اللي بدكم اياه، يعني موجود على الانترنت من اسهل موضوع لاصعب مواضيع موجوده في العلم بالعلوم. يعني انا من ناحيه تخصصي والفيزياء، يعني ما في كورس موجود حتى على مستوى دكتوراه بصراحه، كلياته موجود على الانترنت، كلياته بتقدر انت تستفيد منه، هيعطيك خبره ممتازه جدا سواء بالبحث العلمي او بالدراسه بشكل عام، والفائده العلم نفسه يعني انت بتاخذه. الان تجربتي الشخصيه سريعا في التعلم الذاتي، انا بلشت ادرس ذاتيا يعني بعد التوجيه على طول، تمام؟ يعني على طول بعد التوجيه بلشت ادرس كورسات مبسطه، تمام؟ ومن حدها لحد الان وانا بدرس اونلاين، يعني اغلب كان دراستي في الجامعه زي اغلب الطلاب خاصه في الاردن وبغيرها، طبعا احنا بنعتمد على اليوتيوب والكورسات وما شابه ذلك. فتجربتي الشخصيه انه هي كانت دراسه مواضيع كثيره ومتعدده خارج دراستي الجامعيه، كتابه المقالات العلميه بمواضيع متنوعه في الفيزياء، طبعا من وين انا كتبتها؟ خلال ما ادرس اونلاين، بدي اكتب عن موضوع معين فبروح على اليوتيوب بدرس كذا محاضره عنه، كذا فيديو عنه، إعطاء محاضرات عامة ومتخصصة، محاضرات أكاديمية للطلاب، كله من وراء الدراسة أونلاين. يعني تحكي لي كل هذا من وراء الدراسة أونلاين؟ طبعا، لأنه أنا فعليا لما كنت أدرس أونلاين كان بساعدني أنا أنه إنجليزياتي قوية، فكنت أدرس أونلاين، يعني أجتر أنه أدخل مثلا على كورس للـ MIT أدرسه كامل، فيكون عندي علم منيح من خلاله، طبعا أفيد الطلاب وأعطي محاضرات أو ما شابه ذلك، التواصل مع متخصصين في المجال بحيث أن أنت تشوف الناس اللي بتعطي أونلاين، هاي باحثين دكاترة، تصير انت تتابعهم، تتابع قنواتهم، تتابع حساباتهم على الفيسبوك، تشوف شو بيعملوا، عمل انشطة ماشي، هاي طبعا انت الانشطة طبعا دائما احنا بناخذ الافكار من اليوتيوب وما شابه ذلك، تحصل على منح بامكانك تبحث وتشوف المنح اللي موجودة في المعاهد العالمية، في الانستيتوتس، في الجامعات وما شابه ذلك. فانا حصلت على اكثر من منحة خاصة بالانترنشيبس، منحتين، والمنحة الأونلاين اللي أنا حاليا بدرس فيها ماجستير في جامعة ولاية أريزونا، حكيت عن الموضوع في فيديوهات أخرى يعني في قناتي. نشر علم الفيزياء الحيوية في المجتمع بين الأوساط العلمية، والفيزياء الحيوية كان من أحد التخصصات اللي صعبة والجديدة حديثا نوعا ما، وطبعا ما في لها مصادر في العالم العربي يعني تدرس من خلالها، وحتى باليوتيوب مش كثير موجود كورسات، فكانت التدوير البحث عن كورسات في الفيزياء الحيوية كان كثير صعب، لكن حاليا قدرت أحصل مجموعة كورسات رهيبة. طبعا كل هذا الحكي بفيدك بالآخر أنه انطلاقة في التأليف والبحث العلمي، بصير عندك قوة في اللغة، قوة في البحث عن المصادر، قوة في تحصيل المعلومات وما شابه ذلك. هو هذا هو الهدف الأساسي والأخير، أنه تصير أنت باحث علمي، تمام؟ فهذا كان مختصر الموضوع من خلال فيديوهين، أتمنى أنه يكونوا مفيدين جدا خاصة لطلاب الجامعة في السنة الثانية والسنة الثالثة. يعني السنة الثانية والسنة الثالثة هم البرايم تايم زي ما يحكوا، وقت الذروة أنه أنت تدرس، تدخل على المصادر، تدرس أونلاين وتستفيد، تدرس مواد فعلا متخصصة وتأخذ علم حقيقي ومظبوط، تمام؟ مع تحفظي أنا أحكي لكم شغلة، أنه في كثير كورسات أونلاين كمان عربية من دكاترة عرب، وكتبت عن هذا الموضوع على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، انه في قنوات منها قناه مدينه زويل، بالنسبه لي كفيزيائي قناه دكتور باسل الطائي وما شابه ذلك، موجود محتوى العربي موجود، لكن انا بحكي بشكل عام انه اغلب المحتوى اللي موجود هو محتوى اجنبي، عشان هيك انت بتتقوى باللغه الانجليزيه وتتقوى في البحث العلمي ايضا. فنراكم على خير ان شاء الله، واي تعليق او استفسار او مثلا اذا حدا عنده معلومه او بده يستفيد شغله معينه، راح انزل محاضرات على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. يعطيكم العافيه.